شباب اهو نروح عاملين شير سكرين ادفانسد ونعمل بورشن اوف سكرين كده. انتوا شايفين صح كده؟ دلوقتي انتوا كده شايفين؟ انا شايفين تمام. بصوا يا جماعه انتوا كلكم صح معايا ولا كده ولا مع الاسف؟ يعني الناس معايا غير مع يسري. الاسف. انا عارف ان هو يسري كده كده مش مع الاسف يعني. انتوا معايا يا جماعه كده كلكم؟ مع حضرتك الله يكرمك. مع حضرتك شكرا. في معادله، بصوا يا جماعه في معادله لو انتوا عرفتوها هتسهل عليكم شغل بالهبل في الاكسل. بمعنى في الاكسل او في اي لغه برمجه بيقول لك ايه؟ حط لي الشرط الفلاني. يعني مثلا اقول له ايه؟ مثلا ايه؟ امشي لي على طول، تمام؟ لو عديت 100 متر خش يمين، تمام كده؟ الكلام كده واضح. طب لو انا ماشي على طول وقابلني حيطه سد، هي دي بقى المشكله، ان انت بيقول لك ايه؟ اعمل كذا، لو لقيته خلاص ده المتوقع انك تلاقيه. طب لو ما لقيتوش، دي بقى الحلول اللي بتظهر. فاهمين قصدي يا جماعه ولا لا؟ ولا الكلام عميق شويه؟ والله لي احسن يا تحسين عشان الناس تفهم. الكلام عميق شويه. الكلام عميق. بصوا يا جماعه، بقول له مثلا ايه؟ روح هات لي، روح السوق وهات لي طماطم. طب لو لقيت الطماطم هات لي كيلو. طب لو ما لقيتش الطماطم، دي بقى المشكله اللي بتحصل. اللي انا بقى عايز اقوله لكم ان في معادله دي لو انتوا عرفتوها هتفرق معاكم كتير قوي. مثلا وليكن هنا هنكتب 10 مثلا، وبقول له ايه؟ بيساوي اف. بقول له هل الخليه دي بتساوي ال10؟ تمام. بصوا كده على المعادله من هنا، بصوا على المعادله اهي، وبعد كده دوس كوما. فبقول له ايه؟ لو الخليه دي بتساوي 10 قول لي ايون يس. طب لو لا، اللي هي لو الشرط ده ما اتحققش قول لي نو، ونقفل القوس وندوس انتر. فقال لي يس، قال لي الخليه دي بتساوي 10. طب لو انا خليته 20؟ قال لي نو. هل حد جه في دماغه اي حاجه غير يسري؟ هل حد جه في دماغه ممكن نستخدمها في ايه تاني؟ اقول يا جماعه اي حاجه يا جماعه، اي حد يقول. ممكن نستخدمها في مثلا لو حد ما كنت بتقول قبل كده، لو حد مثلا القاهره اسيوط بحدد حاجه معينه فيقول لي من القاهره او لا. ماشي صح كده جدع. تمام. او جدول فيه درجات اعمال مثلا، درجات طلاب كده. صح. يعني هو لو جاب 50 الدنيا اوكي. صح مثلا اقل من 50. ولو باسورد مثلا 4 ارقام، في حد دخله 5 يديني نو او بردك او يس. صح صح كويس جدا. جدع 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 يا رجل. جدع يا يسري. في حد تاني عنده افكار تانية يا جماعه؟ مش فاهمه. بص يا ستي، احنا بنقول ايه؟ بندي الاكسل، يعني بندي له شرط، نقول له لو يعني اعمل مثلا كذا، تمام؟ لو الشرط ده اتحقق اعمل كذا. طب ولو الشرط ما اتحققش روح في الحته الفلانيه. خلاص ولا كلام مش واضح برضه يا مروه؟ خليكي اطلعي. لا فاهمه تمام. انا فاهمه ماشي، بس الاوبشنات اللي هم بيقولوها لا ما فهمتهاش. ما هو دي لسه بقى طيب دي بقى لسه الحاجات العمليه بقى اللي احنا هنعملها. من اسهل الحاجات خالص مثلا نقول له مثلا ايه؟ وليكن محمد مثلا، مثلا وليكن يسري، مروه هند مثلا، ماشي تمام. ومثلا يسري مثلا جايب 20، مروه جايبه 30، او مثلا انا 2 اس مش صح. نعم انا 2 اس. انت 2 اس؟ انا اسف يا باشا، انا اسف. تمام ماشي اهو يا جماعه. تمام فبقول له ايه مثلا؟ لو بصي كده مروه، خليكي معايا، اطلعي لي فوق كده مروه، معلش اتكلمي كده معايا عشان تطلعي لي فوق. تمام. فبقول له ايه؟ اف. تاني بقى ايه المعادله؟ بيقول لك ايه اللوجيكال تيست دي؟ كلمه اللوجيكال تيست دي ده اللي هو الشرط. انا بحط له شرط، تمام؟ اقول له مثلا ايه؟ اقول له هل الخليه دي
اكبر من 50 تمام انا كده بديله شرط صح كده مروة؟ هو حضرتك كتبت فيه فيه ولا انت مجرد ما دوست على لا دوست على الخليه هي كتبت لوحدها تمام تمام فبقول له ايه بقول له هل الخليه دي اكبر من الخمسين تمام كده تمام اه بعد كده بقى ننقل على الشرط اللي بعديه هندوس كوما بيقول لي طب لو الشرط ده اتحقق يعني لو طلعت فعلا اكبر من 50 اقول له مثلا اكتب لي جود مثلا او يعني جود كويس تمام اه تمام طب وبعد كده هتلاقي في شرط تاني تحتيه ندوس كوما بيقول لك طب لو الشرط ده ما اتحققش ايه اللي ممكن يحصل اقول له باد طب معلش حضرتك بتدوس على اللي تحت بتدوس على تاني اوبشن ولا مجرد حضرتك ما بتعمل الكوما هو بينقل على طول على الاوبشن ايوه طبعا هو اللي بعمل الكوما هو بينقل لوحده تمام اهو بصي انا عندي بعيده كده شويه بعيده اهو بصي اهو بتقول ايه يساوي اف بقول له بدوس على الخليه اهو اول ما دوست على الخليه هي ايه اتعملت لوحدها تمام طيب. اول ما بدوس على الخليه بقول له هل الخليه دي اكبر من علامه الاكبر من اهي 50 تمام انا بروح ناس كوما بصي اول ما ادوس كوما هي اتنقلت لوحدها اهي اه تمام هقول له مثلا جود لو هي اكبر من 50 قول لي جود بعد كده اروح ناس كوما لما ادوس كوما ثانيه ايه اللي بيحصل هتلاقيه بيقول لك ايه لو الشرط بقى ما اتحققش ايه فولس لو الفاليو دي ما اتحققتش اقول له اكتب لي باد مغزى يسري ولا امك حبيبي طب انت ممكن بدل ما تعمل جود وباد ممكن يبقى فيها الوان ولا دي اللي هي التنسيق الشرطي التنسيق الشرطي بتاعتك انت خلاص بص يا جماعه ونروح لقيسين انتر ونسحب المعادله لتحت كده هتلاقي في علامه زي الزائد دي كده وتسحبيها لتحت كده تدوس عليها وتسحبيها اللي اسمها دراج تمام اهي فتلاقي مثلا عند يسري عشان هو جايب 20 فقال لك باد ليه عشان 20 دي اقل من 50 صح مروه وهند عشان هما فوق ال 50 فعمل لي جود طب لو انا خليت مثلا هند مثلا 10 قال لك باد كده كلام واضح يا جماعه يعني انا يعني في حد تاني ممكن يشارك معايا ولا خلاص كده هما اقتصرنا على هند ايوه انا فاهمه بس ممكن حضرتك تعيدها تاني معلش بسرعه بسرعه حاضر بص يا نقول له ايه نقول له بيساوي اف اف دي بيقول لك لو اف دي بيقول لك لو هنحط له الاول الشرط الشرط ده اللي هو نقول له ايه انت ممكن تتخيلي مثلا معلش انت الايكوال والاف ايه حضرتك تكتب الايكوال والاف وتفتح الكود كل حاجه حضرتك تكتب الايكوال وتكتب الاف وتفتح الكود ولا مجرد ما اكتب الاف الكود تتفتح لا لا هي بصي انا بمجرد اهو بصي انا هعملها من الاول تانية مره حاضر هدوس يساوي اهي خلاص اه تمام وادوس اف وبكتب اف انا اهي اه خلاص واروح دايس على الاف دي مرتين هي تفتح الكود لوحدها اهي اه فهمت تمام خلاص كده اطلع لي بقى فوق يا ناس كده شويه دلوقتي يا ناس دلوقتي نفترض ان احنا ايه هنحط بقى الشرط ده اللي نقوله ايه نقول له لو هل الخليه دي اكبر من 50 سامعني كده يا ناس اه تمام بعد كده انا كده حطيت الشرط بقول له هل الخليه دي اكبر من 50 تمام وبعد كده دوس كوما الكوما بيقول لك ايه طب لو الشرط اتحقق نعمل ايه اللي هو فاليو اف 2 لو انت الشرط ده انت حطيته اكبر من 50 طب لو طلع فعلا اكبر من 50 نعمل ايه نقول له اكتب لي جود ايه ده انا كتبته معلش انا دوست انت اقول له اكتب لي جود تمام وبعد كده بصوا المعادله هي لسه اهي انقل بقى كوما تاني قال لك طب لو الشرط ده ما اتحققش اقول له اكتب لي باد واروح دايس اقفل الكوس واروح دايس انتر واروح ساحب المعادله لتحت هند ومروه مروه وهند قصدي جود عشان هم فوق ال 50 صح ولا غلط صح تمام بيسري عشان 20 فطبعا باد طب لو انا خليت يسري مثلا 100 هتبقى جود فهمتي قصدي اه فهمت الحمد لله الحمد لله ها
هل كده يا جماعه الكلام كده واضح؟ ايوه انا عايز حد يطلع لي فوق. تمام واضح. تمام ماشي يا رمضان ماشي. في حد تاني يا جماعه مش فاهم؟ عشان هخش في موضوع اكبر شويه. ها السلام عليكم. احب قوي اللي بيقول السلام عليكم ده. الو وعليكم السلام. معاك يا باشمهندس. بص يا جماعه هنيجي بقى للحاجات الجميله دي. بصوا بقى يا نهار ابيض. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان المطلوب، بصوا بقى المطلوب بيقول لك ايه بقى. بصوا بقى بيقول لك المطلوب احسب نتيجة كل طالب علما بأنه، بصوا في الأول يا جماعة اسم الطلاب وفي وكل مادة ايه وكل مادة جايب فيها قد ايه. تمام. فهو بيقول لك ايه؟ احسب نتيجة كل طالب علما بأنه يكون ناجح إذا كانت درجة أكبر من أو يساوي 300، ويكون راسب إذا كان أقل من ذلك. انتوا كده فاهمين صح كده؟ الصوت بيقطع بس شويه تحسين. انت كده سامعني كده يوسف؟ كده سامعني كده كويس؟ اه انا كده سامعك تمام. ماشي كده سامعيني كلكم كده يا جماعه؟ تمام سامع حضرتك. اه تمام الصوت حلو يا باشمهندس. بصوا بقى يا جماعه بيقول لك ايه؟ احسب نتيجه كل طالب علما ما انه يكون ناجح اذا كانت درجه اكبر من او يساوي 300، ويكون راسب اذا كان اقل من ذلك. تمام كده. فاحنا هنضطر نعمل ايه؟ نجيب المجموع، مجموع الـ 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 الحاجات دي كلها. مين يساعدني ونجيب المجموع بتاعت دي؟ هو البتاع قطع خالص؟ لا احنا شغالين. شغالين ايه؟ لا انا عايز انا عايز حد يساعدني اجيب المجموع. والله انا افتكرت الانترنت قطع. ممكن اساعدك. نعم ممكن اساعدك. قولي السلام عليكم. السلام عليكم بجد والله العظيم انا افتكرت النت قطع. احنا كده هنعمل ايكوال. ايوه سي 4. سي 4 ايوه. سي 4 اللي هي ازاي؟ خليه. اه سي 4 ايوه. بعد كده زائد سي دي 4 وهكذا صح كده؟ ايوه. اه ممكن سام برضه. سام صح جدع. انا كنت بستخدم سام جدع. سام. وبص يا مروه بقى عشان ندوس عليها، ندوس عليها مرتين اهو كده اهو عشان تفتح لنا الكود، ونروح معلمين على كل ده كده ونروح دايسين انتر. قال لك ان مجموع محمد احمد ده 550، نروح ساحبين المعادله لتحت كده. خلاص دي كده ايه؟ كده احنا جبنا دي صح كده يا جماعه؟ احنا السلام عليكم. لا انا عايز حد يبقى معايا، انا اسف في الموضوع معلش انا اسف. ايوه تمام. بصوا بقى هنيجي بقى للنتيجه. بيقول لك ايه؟ احسب نتيجه كل طالب علما بانه يكون ناجح اذا كانت الدرجه اكبر من او يساوي 300. تمام. مين اللي هيساعدني في اللي جايه؟ من مين؟ هنعمل معادله اف. ايوه بالظبط. اف بيساوي اف، وهندوس عليها مرتين اهي، وهنقول له ايه بقى؟ لو المجموع ده اللي هي الخليه دي اكبر من او يساوي 300 بيقول لك ايه؟ يكون ناجح. يبقى نعمل كوما، يعني احنا كده حطينا الشرط. بنقول له ايه؟ لو الخليه اللي اسمها ال 4 دي اكبر من او يساوي 300 اذا يبقى ده اسمه ناجح. تمام تمام تمام. طب ولو لا، اللي هي طب لو الشرط ما اتحققش يبقى اسمه راسب. وندوق ونقفل او ندوس انتر على طول، ونروح ساحبين المعادله لتحت. فكده ايه بقى اللي حصل؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك ان 296 ده راسب. ليه؟ لان هو اقل من 300. ال 293 ده راسب لانه ايه؟ لانه اقل من 300. فاهمين؟ تمام كده يا رجاله؟ تمام فاهمين. تمام كويس جدا. يلا نبتدي على اللي بعديها.
تمام يسري انت معايا صح؟ انا معاك يا برنس. عشان الموضوع ده هيبقى كبير قوي على فكره. بصوا بقى يا جماعه بقى لا لا. اللي جايه دي بقى اكبر بكتير. بصوا بقى بيقول لك ايه بقى يا معلم، بيقول لك ان التقدير يعني خسرنا كتير ماشي، التقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 300 تمام، اكبر من او يساوي قصدي 550، ويكون جيد جدا اذا كان 50 بقى مش 300 اه معلش انا اسف، ويكون اكبر من او يساوي 550 ويكون جيد جدا اذا كان يا لهوي ده حوار كبير قوي. بص بقى احنا ممكن نعمل لقطه حلوه قوي، سامعيني كده يا جماعه ولا ايه؟ انا معلش انا اسف، هو المعلومات كبيره والله بكلمك معلش، هو السكوت ده ما كانش السيشن اللي فات، بس قولوا لي هل معلومات كتيره يعني، هل معلومات معقده شويه مثلا اسهل؟ لا لا مش المعلومات، امال الانترنت المعلومات مش معقده بس احنا محتاجين نركز ماشي طب. محتاجين نركز وما بحبش الرياضه، انا نفسي ما بحبش الرياضه مش رياضه بس دي هي مش رياضه، هي ريت تكون رياضه، هي يا ريت تكون تركيز، عايزه تركيز. بص يا ستي بص هو بيقول لي ايه، طب تعالوا برضو للبتاع اللي بعديها اهي، تعالوا نعملها في دي برضو تمام اهو تمام كده، انتوا كده شايفين كويس صح؟ الو ايوه شايفين كويس. بص بقى هنعمل كده ونقول ايه بقى، هنجمع السلام عليكم سلام عليكم شايفين جدع. بص احنا الاول هنعمل ايه، هنعمل مجموع كل طالب، عايزين نعرف مجموع كل طالب كام، فندوس بيساوي sum s u m ونروح دايسين عليها مرتين تمام، وهنروح عاملين معلمين على كل ده كده ونروح دايسين انتر، وبعد كده هنروح ساحبين المعادله لتحت، فكده جاب لي ايه، كده جاب لي مجموع كل واحد جايب كام في التوتال تمام. وليكن بقى احنا هنفترض ان احنا عايزين نجيب التقدير اللي هو ايه مثلا فوق ال 200، لو هنروح قايلين يساوي اف تمام، لو المجموع ده او الخليه بتاعت اسمها جي 2 اكبر من او بتساوي 200 ايه اللي هيحصل، اذا هيبقى ايه ناجح بالظبط. ونقفل دي الكوتيشن دي يا جماعه، عشان اي كلام بيتكتب ما بين اللي هي الكوتيشن دي اللي هي النقطتين اللي فوق بعض دول، النقطتين قصدي اللي فوق على اليمين، علامات التنصيص، علامات التنصيص بالظبط. هترجم لك انا العربي بالظبط تمام كده، وبعد كده نروح دايسين كوما وهننقل بقى على اللي بعديها. طب لو لا يبقى راسب دي، ونسحب المعادله تحت كده شويه. ايه اللي حصل يا جماعه، ان 169 دي اقل من 200، وان 174 دي اقل من 200، وان 191 اقل من 200، لكن 311 اعلى، 309 اعلى، وهكذا تمام كده يا جماعه. تمام يعني الكلام كده بقى اوضح شويه صح كده. طيب ماشي تعالوا بقى نرجع بقى للمثال القديم تمام. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك لو التقدير امتياز اذا كان، تعال نبدا من تحت لفوق الاول، يكون راسب اذا كان اقل من 300، ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350. يعني جيد نكتب كده 350 هيساوي جيد تمام، ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300، يبقى 300 دي اللي هي مقبول، والتقدير جيد جدا يكون اكبر من او يساوي 450، يبقى ده جيد جدا يساوي 450، ويكون امتياز اذا كان اكبر من أو يساوي 550، يبقى امتياز 550. هل كده الكلام كده واضح كده يا جماعة؟ ألو؟ فين الكلام واضح؟ بص هقول لكم إيه اللي حصل دلوقتي.
بيقول لي ان لو هو جايب 300 يبقى جايب مقبول، تمام؟ من 300 ل 349 ده كده لسه في المقبول. الجيد من 350 ل 449، هل حد فاهم حاجه ولا لا؟ يا جماعه انا حاسس، اسمعوني والله، انا يمكن عشان انا مش شايفكم فانا مش شايف تعبيرات وشكم، فاللي هيبين عليا، اللي هيبين لي ان انتوا فاهمين ولا لا هو صوتكم، وان انتوا تقولوا لي احنا فاهمين ولا مش فاهمين. فاهمين قصدي؟ فاللي مش فاهم اللي انا بعمله ده يقول لي انا مش فاهم وانا اعيد له 5000 مره. بس فعلا فعلا الموضوع اللي انا بقول لكم عليه ده هيفرق معاكم كتير قوي. انا فاهمه، انتوا معايا؟ انا فاهمه. ماشي، طب تمام. بصوا يا جماعه، هندوس، هنقول يساوي اف، بقول له بقى المجموع ده لو اصغر من 300، صح كده ولا لا؟ تمام. اذا دي يعني انا بديله الشرط الاول، بقول له ايه؟ لو الخليه دي اصغر من رقم 300 اذا هيكون ايه؟ ها راسب. بالظبط، راسب. ممتاز. بصوا يا جماعه، لو اصغر من 300 يبقى راسب. الو؟ ايوه تمام. تمام، لو اصغر من رقم 300 فهو كده اذا راسب، يعني لو هي 300 دي مقبول، اللي اصغر منها يبقى راسب اكيد. تمام؟ تمام. يعني بنقول له ايه؟ لو دي اصغر من 300 اللي هو الشرط، بقول له لو ده اصغر من 300 اكتب لي ان هو راسب. طب ولو لا؟ يبقى اذا نحط اف ثانيه. حد فاهم حاجه ولا لا؟ هو عشان خاطر هو اربع تقديرات فهحط اربع اف. ايوه، مين اللي قال الجمله دي؟ مين الجميل اللي قال الجمله دي؟ مين مروه. ايوه يا مروه، بالله عليكي، والله انا حسيت ان انا فقدت الامل فيها يا جماعه. هو في، انا حسيت ان الدنيا سكتت خالص فجاه كده، ده حتى يسر اللي كان بيتكلم ما بقاش يتكلم، هو بس عمال يترجم لي. سحر. هو في يا جماعه مالكم؟ بصوا يا جماعه، علشان نعمل الاربع شروط دولت محتاجين اربعة اف، خلاص عشان يبقى الكلام واضح اهو. معلش سؤال بس، هو كل ما بكتب المعادله اف 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 هو لوحده الجدول او الخانه بتوسع لوحدها ولا انا اللي بوسع؟ والله ايوه اهو. بصي انا، لا انا اللي بوسع. بصي انا بعمل كده اهو. بصي هندوس، هنقولي اف يساوي اف وهدوس عليها مرتين اهو. اهو بصي بقى، امشي بقى تبع المعادله اهي، امشي تبع المعادله اهي. أنا أول حاجة نحط له الشرط، الشرط اللي هو إيه؟ أقول له هل الخلية دي أصغر من 300؟ بعد كده أروح دايس إيه؟ كوما، علشان أنقل على الشرط اللي بعديها. فبيقول لي طب لو الشرط اتحقق أقول له اكتب لي راسب. طب لو الشرط ما اتحققش انقل لي بقى على خلية تانية، أقول له إف تاني، إف. وأقول له هل الخلية دي برضو تاني اصغر من، احنا قلنا 300 تمام. طب لو احنا بقى نروح قايلين بقى 349 او 350، 350 اذا اكتب لي مقبول. صح جدع، تمام مقبول. طب لو لا؟ اف تالتة. هل الخليه دي اصغر من 450؟ بالظبط 450 جدع، 450 يبقى جيد. اذا جيد، كويس. بعد كده افتح اف تاني ال 500. اذا جيد. طب لو لا يبقى نفتح اف رابع. اف اهي، بقول له هل دي اصغر من 550؟ اذا ايه؟ جيد جدا. صح، جيد جدا. افتح اف تانية. لا بقى،
لو اقل من 500، ثانيه هقول هختم بالامتياز. لو اقل من 550 يبقى جيد جدا. طب فين ال 550؟ امتياز على طول، مش لازم استنى بقى اعمل امتياز. يبقى اهو امتياز. انا كده كده هعيدها تاني الاول يا جماعه، ما تقلقوش لا تقلقوا. بص بقى يسري بقى، دي بقى مشكله الاف دي بقى، تقعد تعمل كده 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 لحد ما تقعد تقفل الاكواس اللي انت عملت بتاعها. طب لو ما عملتهاش، ما هو كده كده ممكن يقفلها اصلا لوحده. ما اعرفش بس تصدق ما جربتش. طب لو دوست انتر شفت مش هيعملها. طب تعالى نجرب. عملها لوحده. تصدق طب كويس، مش لازم اقفل الاكواس صح. واروح بصوا بقى يا جماعه، طبعا انتوا في ناس ممكن تكون حصل لها زي تشويش شويه، فانا كده كده هعيد المعادله دي تاني، او نسحب دي لتحت كده شويه. تعالوا كده يا جماعه استعيدها بالطريقه التانيه، اعملها بالطريقه العكسيه اللي هو ايه، عن طريق اللي هو هو امتياز اعمل اكبر من او يساوي، مش العكس. مفيش مشكله، تحت امرك يا استاذ يوسف. تسلم. بصوا يا جماعه، ايناس، هند، الناس اللي ساكته خالص دي مثلا، ساره، خلود، اسلام، الناس دي انا عايزكم بس وايمان والناس دي، انا عايزكم تشوفوا النتيجه اللي انا عملتها دي او اللي احنا عملناها دي صح ولا غلط. انتوا كلكم قفلتوا الصوت. بصوا يا جماعه، احنا هنعمل ايه؟ امتياز دي الراجل ده جايب كام؟ الراجل ده جايب 550. 550 بتساوي امتياز. جيد دي الراجل ده جايب 368. 300 من الجيد، قصدي جيد، من 400، من 350 ل 450. الراجل ده جايب كام؟ 368، فهو يقع في الحته دي صح، فكده جايب جيد. مقبول ده كام؟ 325. من مقبول ده من 300 ل 349 صح، فالراجل ده جايب مقبول. حد فاهم حاجه؟ ايوه انا فاهمه، بس ممكن حضرتك تعيد حته اللي هي المعادله بس تكتب تاني بس، لكن الباقي انا فاهمه. يا بص يا ناس، يا جماعه انا كده كده عارف ان المعادله دي طويله، وعارف ان في ناس هتقع مني، انا دي انا نفسي بقع فيها. فاكر يسري انا اول ما جيت شرحتها لكم، انا قعدت عدتها كذا مره على فكره. لو ايوه طبعا انا قعدت عدتها، انا نفسي بتوه فيها، فانا بس حبيت ان انا بس اشرحها لكم، وهعيدها لكم 5000 مره ما تقلقوش خلاص. بس انتوا فهمتوا ان حاجه زي كده، على فكره يا جماعه حاجه زي كده فعلا ده اللي بيحصل في اللي هي الكليات والجامعات والكلام ده. اللي عايز يثبت المعلومه يطبقها على طول. بالظبط، يعني انتوا فاهمين يا جماعه؟ فاهمين يا جماعه؟ ايوه فاهمين. يعني انا قصدي ان ده اللي بيحصل في الجامعات والكليات، اللي هو ايه؟ يعني لو انا جيت مثلا غيرت دي مثلا وخليتها 600، الراجل ده كان جايب جيد. لو انا خليت الرقم ده 600، الراجل ده جاب امتياز. يعني قصدي ايه؟ ان انت بمجرد ما بتعدل بس هي بتسمع لوحدها. فاهمين قصدي؟ ايوه. فكده بتسهل كتير جدا عليك. تعالوا بقى نعيدها من الاول خالص بقى. بالله عليكم بس انا عايزكم، بالله عليكم تخشوا معايا في اللقطه دي. سامعين كده يا جماعه؟ سامعين. يلا بينا بقى، يلا بينا نعمل من الاول. بصوا بقى يا جماعه، هو يسري قال لي على فكره حلوه جدا، قال لي احنا نبتدي من اصغر، من اكبر لاصغر. انا ابتديتها ازاي يا جماعه؟ انا ابتديتها لو تفتكر يا مروه، ابتديتها من اللي اصغر من 300، واللي اصغر من 350، واللي اصغر من 450، واللي اصغر من 550 صح كده؟ الاكبر قصدي. الو تمام. فاحنا بقى نبتديها بقى من اكبر حاجه فوق وننزل تحت بقى، ديسندنج اللي هي ايه؟ تنازلي. هنقول له ايه بقى؟ بصوا بقى كده يا جماعه، هنقول له ايه؟ اف. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنقول له ايه؟ هل الرقم ده اصغر من 300؟ لا خليها بقى تبقى اكبر من او يساوي 550. هقول لك انا، هقول لك. ماشي تمام. هل ده اصغر من 300؟ هيقول لي، لو قال لي اقول له اكتب لي راسب. ركزوا يا جماعه معايا في المعادله دي بالله عليكم خلاص. بعد كده بقى، طب لو لا نفتح بقى معادله ثانيه، اف ثانيه، بقول له بقى هل الرقم ده اصغر من 550؟
اكبر مني يساوي 500، يبقى احنا لا انا توت معك. انا هقول لك عشان كده انت عملت زي المره اللي فاتت. عشان كده انا بقول لك عشان كده انا بقول لك ايه، افتح معايا الاقواس هتساوي الاف. لو المجموع اكبر من او يساوي 550. ماشي ماشي. بصوا يا جماعه، نفتح دي نقول ايه، نقول المجموع ده هل ده بيساوي اكبر من او بيساوي 550، اذا ده امتياز. امتياز امتياز، تمام. طب لو لا، نفتح واحده ثانيه. تفتح تمام. هنقول له بقى السخنية اكبر من او يساوي 450. هنقول له بقى يا جماعه لو المجموع ده تاني، هنخش عليه تاني، اقول له المجموع ده تاني بيساوي اكبر من او بيساوي 450، اذا جيد جدا. تمام. طب لو لا، هنقول له اف تالتة، هقول له لو ده اكبر من او بيساوي 350. هل يا جماعه حد فاهم حاجه ولا مفيش حد فاهم حاجه؟ امين انت تمام كده. تمام، لو دي اكبر من او بتساوي 350، اذا جيد. طب لو المعادله دي تاني، نروح بقى عاملينها تاني. طب لو نعمل اف رابعه بقى، هنقول له لو دي اكبر من او بتساوي 300. يا نهار ابيض، احنا فصلنا الريكورد ونقول الو ونعمل الشير سكرين يا معلم اهو. وعليكم السلام. بصوا يا جماعه، انتوا كده شايفين كويس؟ الو، حضرتك زي الفل اهو. نبتدي بقى كده، معلش انا بس ايه البتاع قطعت فانا فصلت خالص. هنبتدي زي ما يسري كان بيقول لنا، نبتدي كده نقول اف اهي، تمام. وهنقول له مثلا ايه، هل الخليه دي اكبر من او بتساوي 550؟ تمام، خليكم بقى كده معايا كده بالهدوء اهو، تمام. طب لو الشرط ده اتحقق ايه اللي يحصل؟ هنروح دايسين كوما ونقول له ايه، اكتب لي امتياز. امتياز اهي. طب لو الشرط ده ما اتحققش، يبقى اعمل لي شرط جديد، اقول له اعمل لي اف اهي تاني، تمام، واقول له هل دي اكبر من او بتساوي ال 450. انا ببتدي من فوق بنزل لتحت كده، اكبر من بيساوي 450، اذا اكتب لي جيد جدا. تمام. طب طب لو الشرط ده ما اتحققش، هقول له برده واحده ثالثه، هقول له قول لي بقى هل الخليه دي اكبر من او بتساوي 350، اللي هو 350 دي. ثانية واحدة بس عشان انت ما عملتش اف. كويس 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 كويس، ماشي كويس كده اهي 350، اذا جيد جيد جدا. تمام. طب لو لا، يبقى نقول له واحده تانية اف اهي كمان، ونقول له هل جيد. جيد مش جيد كده. جيد اهي، صح. معلش يا عم يسري، صح. انت شفت انا نفسي بتحول، اقسم بالله. اهي اخر بقى واحده بنقول له ايه، بنقول له لو دي اكبر من او بتساوي 300، تمام،
إذن مقبول. 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 ثاني. مقبول. طب لو لأ يبقى راسب. راسب. ودوس انتر ويزبط لحظة. بصوا يا جماعة سامعني كده؟ هفعل لي كده الإضاءة شوية عشان بس ايه. انتوا كده سامعني كده يا جماعة؟ سامعين صوته كويس. احنا ممكن علشان الناس ممكن اللي هي ممكن بتتلخبط في حاجة زي كده، احنا ممكن نخليها مثلا ايه، نخليها 2 اف بس. بمعنى بصوا يا جماعه، مين معايا تاني هنا مثلا؟ تعالوا مثلا زي ناس ايمان، اي حد منكم، وفي اسلام وفي مايكل، اسمعوا بس الحته دي. احنا عملناها على 4 اف. على فكره في الاكسل انا وصلت لحد 65 اف. تخيل 65 اف يا يسري، 65 اف دي اتشليت، بس اكتشفت ان في اسهل من كده. كنت مرتبات الناس ولا نعم؟ كنت بجيب مرتبات ناس دي ولا لا؟ لا 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 والله ابدا. ده اكتشفت كانت مبعوت لنا كده زي حسبه يقول لك ايه، من 90 ل 92 ياخد كذا، ومن 92 ل 94 ياخد كذا، وهكذا بقى. ده تارجت يعني؟ ده كان شلل، كان شلل. ايه ده؟ والله العظيم كان شلل والله. المهم ايه اللي حصل؟ انا بقى اقول لكم بقى احنا ممكن نعمل ايه. نعمل حاجه كده حلوه جدا. بصوا بقى يا جماعه، احنا نعمل ايه بقى يا جماعه عشان بس ما يبقاش الموضوع معقد. اللي هو ما كانش بيتفاعل معايا يتفاعل دلوقتي، الموضوع دلوقتي هيبقى اسهل بكتير. هنقول له بيساوي ايه؟ بيساوي اف اهي، اف اهي. وهنقول له هل المجموع ده اصغر من، انتوا كده معايا يا جماعه؟ كلكم معايا يعني؟ كلكم مركزين في الحته اللي جايه دي؟ الحته اللي جايه دي صدقوني هتلخص حاجات كتير، هتسهل حاجات كتير. ماشي خلود، خليكي معايا انت كده واجياد والناس دي، خليكم معايا والله هتنبسطوا قوي. بص يا ستي، بنقول ايه؟ هل الخليه دي، مع الابتدائي من الاول، هل الخليه دي اصغر من 300؟ تمام كده يا ستي؟ تمام. دي سهله. لو دي اصغر من 300 هنروح دايسين كوما. هنقول له ايه؟ هنقول له اكتب لي ان هو راسب. خلاص؟ تمام. تمام. طب لو لا، يعني هو طلع مش اصغر من 300، نعمل ايه؟ نقول له اعمل لنا اف ثانيه. اف كمان، اف واحده كمان. هنقول له دي اصغر من 350. ما هو اللي اصغر من ال 350 مقبول، صح ولا غلط؟ يبقى جاي. الاصغر من 350 يبقى جاي. لا، هيبقى مقبول. هيبقى مقبول. المقبول 300 لحد 350 او 349، تمام؟ هنقول له بقى ايه؟ هل المعادله دي اصغر من 350؟ إذن اكتب لي ان هي جيد، ان هي قصدي مقبول، مقبول قصدي مقبول اهي. طب غير كده اكتب لي ان هو جيد. بص يا جماعه اللي حصل، بص دي علشان دي اصغر من 300 فده كده كده راسب ده، لكن ده اعلى من 350 فكده كده هو جيد. الجيد من 350 فيما فوق. انا حبيت بس ان انا اعملها كمعادلتين بس، ك2 اف. فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهم قصدي يا مروه؟ فاهم. علشان الموضوع ما يبقاش فيه خلل. تمام. تمام. بصوا انا فاهم. قول يا ست، قول يا ناس.
قولي يا نسمة. بقول لحضرتك فاهمه دي حضرتك عملتها 2 اف بحيث ان احنا ايه نصغر شويه في المعادله الاربعه يعني بتخلي الواحد مشتت اكتر يعني كل ما صح كده كويس يا نسمة الموضوع كده بقى احسن شويه اه كده افضل كتير تمام كده الموضوع بقى اوضح شويه كده يا جماعه اللي ما كانش فاهم هل دلوقتي الموضوع فاهم شويه اه بقى اوضح تمام طب ما فين امتياز بص يا مروه احنا حبينا ان احنا نعمل المعادله دي كمعادله مكونه من 2 بس من شرطين بس علشان الناس ما تتلخبطش فاهم قصدي اه علشان الناس ما تتلخبطش لان اربع 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 شروط كتير لكن شرط بتبقى كويسه تمام تمام تعالوا بقى نبتدي مثلا في حاجه مثلا تانية زي الشرط ده مثلا انا عايز بس انا عايز ان هو نعمل طب ثواني بس اقول لكم على حاجه اجيب اعمل بس الستوب للشير زوم نعم 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 سري ازود الزوم بس ازود الزوم ازود الزوم ازاي كمان الريكورد اهو انتوا كده شايفين كده يا جماعه الو ايوه شايفين الو ايوه الو شايفين والله شايفين 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 الو السلام عليكم الو احنا شايفين احنا كلنا سامعين انا مش حضرتك وشايفين الحاجه انا اسف انا كنت عامل معلش انا اسف انتوا كده شايفين كده كويس يا جماعه صح ايوه كلنا شايفين وسامعين صوتك معلش انا فعلا انا كنت معلش انا مش سامع معلش انا اللي كنت سامع بصوا يا جماعه معلش بصوا يا جماعه احنا كده خلصنا اف دي شويه وخلي اف دي على جنب شويه تمام تعالوا نخش في معادله اسمها في لوك اب الفي لوك اب دي انا على طول بقول عليها ان هي معادله اللي احنا بندور على ابره في كوم قش حرفيا ابره في كوم قش اللي هي ازاي بصوا كده المعادله دي فايدتها الوحيده ان انت لو انت عندك داتا كبيره زي مثلا داتا مثلا زي دي داتا صغيره جدا لكن لو انت عندك داتا كبيره فانت عايز تدور على شويه بعض البيانات وليكن مثلا حد هنا يا جماعه شغال على الاكسل يعني بيشتغل على الاكسل لا تمام ماشي يا يسر انت مثلا يا يسر شغال على الاكسل فلو انت عندك داتا كبيره اكيد انت بتستخدم في لوك اب اكيد في لوك اب واكس لوك اب والداتا اناليسيس ايه يا جدع في ايه يا عم ده واتش لوك اب ايه يا عم الدلع ده ماشي بخش عندي خش عندي يا اسري على اليوتيوب انا منزل موقع جامد جدا في الاكسل ان انت لو انت بتدور على اي حاجه في الاكسل ومش عارف المعادله بتاعتها بمجرد ما بتكتب له انت عايز تعمل ايه هو بيجيب لك المعادله فاهم قصدي ايوه تمام حلوه دي صح ماشي بصوا بقى يا جماعه دلوقتي انا عايز اعرف حسين ومؤمن وجمال واسامه عايز اعرف المسمى الوظيفي بتاعهم هو ايه هنا هنعملها ازاي الناس لو ما كانت بتشتغل بالمانيوال كانت بتمسك دي كده تروح دايس كنترول سي وتروح دايسه كنترول اف اللي هي بتسرش وتروح عامله دي كده كنترول في وتعمل فايند علشان تعرف ده ايه ده اسمه اداري فنكتب هنا ناخدها هنا كوبي ونحطها هنا وهكذا في مؤمن وجمال واسامه فالموضوع شلل صح ولا غلط يا جماعه الو سامعين سامعين الموضوع هيبقى متعب لو انتوا عايزين تعملوا الحركه دي متعبه فاحنا عايزين نعمل معادله ان بمجرد ما بنعمل المعادله دي تسمع اوتوماتيك حتى يعني خدي بالك لو انا خليت حسين ده مثلا خليته محاسب وخليته محاسب فمش هتسمع هنا فانت لازم تاخدها كوبي وتعملها هنا يعني لازم تعملها بايدك مانيوال فانت عايز حاجه تتعمل اوتوماتيك على طول
هنا جت فكره الفي لوكاب. الفي لوكاب بتشتغل ازاي؟ ندوس بكده ونروح لسين يساوي في لوك اب، في لوك اب اهي، ونروح دايسين انتر. ثواني بس نكبر بس المعادله دي الخليه دي شويه. يساوي في لوك اب اهي، تمام تمام. ونقول له ايه؟ بيقول لك انت بتدور بايه؟ اقروا بقى المعادله دي، هي المعادله دي اللي هتحل لكم المشاكل كلها. بيقول لك انت بتدور بايه؟ قول له انا بدور بده اللي هو الخليه دي، تمام كده يا جماعه؟ معاك تمام تمام تمام. وبعد كده نروح لقسين كوما. يقول لك انت بتدور فين؟ هتقول له التيبل اري ده، قول له انا عايز ادور من هنا لهنا، تمام؟ من هنا تمام. لهنا تمام. وبعد كده يروح دايس كوما. يقول لك انت عايز النتيجه انهي عمود؟ اقول له العمود رقم 2 لان ده واحد وده 2. وبعد كده ادوس كوما تاني. يقول لك انت عايز النتيجه تقريبيه ولا بالظبط؟ اقول له لا بالظبط، ادوس زيرو وادوس انتر واسحب المعادله تحت كده ونشوف. مؤمن رياض ده ايه؟ ده ازن. في مؤمن ازن. جمال احمد، جمال احمد مبرمج. اسامه، اسامه محاسب. حسين، حسين اداري. طب لو انا جيت غيرت حسين من اداري حطيتها بقت مهندس، بصوا سمعت هنا كمان اوتوماتيك. حد خد باله من حاجه ولا لا؟ يس صح. فالموضوع كده احسن صح ولا غلط؟ صح. طب لو انا مثلا عايزه اسم الموظف واداري ويطلع بقى الراتب ورقم الموبايل، ينفع نعملها؟ نعملها تاني، تعالي نعملها سوا. تعالي يا ستي اهو هنعمل الاول. مش هكرر المعادله تاني يعني، هي مره واحده واول بقى ما اكتب اسمه. احنا هنعملها الاول واحده واحده، يعني احنا هنعمل كل حاجه لوحدها. احنا طلعنا المسمى الوظيفي وعايزين الراتب وعايزين رقم الموبايل، نخليهم فوق كده اهو. احنا كده طلعنا المسمى الوظيفي، عايزين بقى راتب الموظف. هنعملها ازاي؟ تعالي بقى نعملها سوا. جهزي بقى كده نفسك. هنبتدي الاول بايه؟ هنبتدي الاول في لوك اب بيساوي في اهو، ندوس عليها مرتين تمام. يقول لك انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور بالخليه دي اللي فيها الاسم. بعد كده ادوس كوما. امشي معايا على المعادله دي، ادوس كوما تمام. اهي المعادله احنا لسه فيها التيبل اري ده اللي هو الجدول. يقول لك انت عايز تدور فين؟ اقول له انا عايز ادور من اول الاسم اهو لحد الراتب الموظف، صح ولا غلط؟ تمام. وبعد كده اروح لايس كوما تاني. يقول لك النتيجه اللي انت عايزها، النتيجه دي في انهي عمود؟ ثلاثة صح؟ دي واحد اثنين ثلاثة اهو. بعد كده دايس كوما تاني. يقول لك انت عايز النتيجة اللي هي بالظبط ولا تقريبية؟ اقول له لا انا عايزها بالظبط، مفيش حاجة اسمها تقريبية. ادوس زي ادوس زيرو بس، ادوس زيرو ونروح ساحبين المعادلة لتحت، بحيث ان حسين يزن ده، حسين يزن اهو مرتبه 3714، مؤمن رياض، مؤمن رياض مرتبه 2983 وهكذا. فاهمه قصدي؟ اه فهمت. حد تاني ممكن يساعدني في الموبايل، في رقم الموبايل يعني، او هو يساعد وانا اساعد معاه؟ لا لا انا عايز حد تاني غيره، ما فيش مشكله. لا 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 قول قول يعني، خش معايا يوسف ما فيش مشكله يعني. حد تاني حابب يزود معايا؟ هو انا ينفع اقول حاجه بس معلش؟ اتفضلي. ايه لو انا يعني هو عند حسين يزن تمام، وقفت عند الخانه بتاعت اداري وعملت المعادله وبعد كده بقى عملت اوتو فيل للصف اللي جنبها عند الراتب والموظف، ما ينفعش اعمل الفيلو كاب بالطريقه دي اللي هي اخليها مره واحده اختار الاسم اللي هو المسمى الوظيفي والراتب ورقم الموبايل مع بعض؟ طب تيجي نجربها وتشوف هيحصل ايه. تعالي ماشي. انا هشيل راتب الموظف ده خالص. انت قصدك ان احنا نسحب المعادله من كده لكده صح؟
اه لا انا قصدي ان احنا نعملها مره واحده، يعني مش ما اعملش للمسمى الوظيفي معادله وبعدها الراتب معادله معلش بس ورقم دي الموبايل معادله، معادلة معقدة شوية اعملها يعني عشان تعمليها. بمره واحده لا بس. هي بتدخل في لوك اب مع ماتش، عارفها دي يا يسري؟ يسري انا سمعت عنها بس ما عملتهاش. اه لا دي صعبة، معادلة رخمة شوية اسمها في لوك اب جميل وماتش، بس ممكن اعملها لك دلوقتي هوريها لك دلوقتي. تمام ماشي هنسحب دي كده اهي يا جماعة اهي، بصوا ايه اللي هيحصل تمام اول ما اسحبها، وهنسحب دي كده لتحت. عشان احنا عملناها قبل كده. لا لا مش عملناها قبل كده، نعمل دي كده اهي ونسحب لتحت. كويس اهي اتسحبت، بس خدي بالك بقى ركزي بقى ايه اللي حصل. بصي ركزي بس ايه اللي خلي حصل. بالك عشان انت مش مرتب اصلا لا بتحصل، لا 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 ركز انت بص ركز كده. لا لا ركز يا بص كده على الاسامي ما حسين يزعل تظبطتش ما تظبطتش. بعد كده مؤمن الرياض، انا مش عارف بس انت لا بص كده هي ما هتلاقي. تظبطتش ركز. لا 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 هي ما تظبطتش ليه؟ لان انت لما تيجي تقفل على المعادله ايه ده؟ احنا ما بندورش في راتب الموظف ورقم الموبايل، بندور من اول الاسامي، فالمعادلات اترحلت. فلا طبعا بص بقى يا يوسف سامعني، تعالى بس نخلص بس الاول دي. احنا الاول احنا نبتدي الاول، بص يا ستي احنا نبتدي الاول خالص كده زي ما احنا ماشيين، اللي احنا نعمل لكل حاجه معادلتها عشان الناس تفتكر. بصي خش كده معايا يا ناس، خش يا ايمان، خش يا مروه عشان تتفرجوا على الحته دي. هندوس يساوي في لوك اب، تمام؟ يقول لك انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده، بعد كده ادوس كوما، تقول له انت بتدور على عليه فين؟ اقول له انا بدور من هنا لحد هنا اللي هو راتب الموظف، تمام؟ بعد كده ادوس كوما، يقول لي الناتج اللي انت عايزه انهي؟ اقول له رقم 3، رقم 3. طب يقول لي انت عايز النتيجه صح ولا غلط او بالظبط ولا تقريبيه؟ اقول له لا بالظبط، ادوس صفر، ادوس انتر، اهو المرتب نزل اهو. اللي اسمه حسين ده مرتبه ده حسين ده اهو، ده ده زي ده. طيب انا خليتها 5000 هتسمع هنا 5000، تمام كده. انا هقول لك على حاجه يا حسين، اتفضل قول لي. لو انت عامل مثلا لصف من الصفوف دي هادن تظبط معاك؟ تاني كده، لو انت عامل صف من الصفوف عامل له هادن صف ولا عمود؟ تظبط معاك؟ لا صف صف من الصفوف هيدن. يعني ايه هيدن؟ يعني هايد يعني قصدك؟ اه هتظبط معايا ازاي اللي انا اسحب المعادله تظبط معايا؟ ايوه طبعا اهي همسح دولك كده اهي، اخلي دي كده، اخلي اول واحده فوق وهعمل دولك كده هايد واسحب من فوق لتحت. لا ما اعتقدش ان هي تظبط، لا عشان الاثنين هيبقوا فاضيين. لا اتظبطت اهي مظبوطة؟ اه ظبطت اهو، حتى لو هايد بياخد على الهايد كمان. طيب ماشي أنا قلت أتأكد بس. ماشي تمام كده يا جماعة، مين اللي هيساعدني في رقم تمام. الموبايل؟ رقم الموبايل باشمهندسين أنا ممكن أجرب؟ اه يا ريت والله، أنا محتاج وجه جديد والله يظهر معانا. يلا إيكوال إيكوال في في لوك اب، ايوه اهي دوس عليها مرتين وهنعلم على من اول لا لحظه لحظه بي. ايه المعادله معايا؟ ايه المعادله معايا؟ بيقول لك ايه الاتش لوك، اللوك اب فاليو دي اللي انت ايه الحاجه اللي انت بتدور بيها. انت عايز تدور بايه؟ اقول له انا عايز ادور بده اللي هي المعادله دي اللي هي قصدي الخليه دي، تمام؟ لا رقم الموظف احسن يا تحسين، رقم الموظف ماشي. انا كده كده اروح، هنقول نخلينا في دي الاول بس يسرع بالله، نخلينا في دي الخينة ماشي، الخينة اللي هي بتاعت حسين، تمام. بعد كده بعد دوس كده كوما، هقول كوما كوما اهو تيبل انتري، هنعمل اللي هي اقول له رقم من في اول في هنا، من اول هنا لحد هاد اي بالظبط كده. وبعد كده اجيب انهي نتيجة؟ بيقول لك ان الكولوم اندكس نمبر اللي هو 1 2 3 4، انا عايز رقم الموبايل يبقى 4 صح؟ بعد كده دوس كوما، بعد كده نعمل كوما، ايوه بعد كده الرينج هنقول من بي لحد اي لا لا صح كده؟ قال له زيرو، لا انا كده بقول له زيرو اللي انا ماشي عايزه النتيجه بالظبط، ودوس انتر جاب لي رقم التليفون ماشي. اهو ونسحب دي ماشي. ها كده اتظبطت يا جماعه، كده احنا طيب هو عملنا. انت قول لي يا يوسف لو جيت دوست على كلمة اللي هي ترو يعني تحسينها هتظهر لك من غير ما تدوس صفر؟ هتظهر
هتظهر لي يعني انت في الصفر. يعني ايه؟ بص كده في اخر المعادله بدل ما تكتب صفر بيظهر لك خيارين. ايوه انا عارف صح كده. لو انت اخترت واحد ما بينهم. لا انت بتختار فولز ما بتختارش ترو، بتختار فولز. ماشي يعني انت لو دوست على واحده تكون تمام يعني. لو دوست فولز دي هتظهر لك فولز، او دوست انتر برضه هتطلع لك الرقم عادي. تمام مش يعني مش شرط اكتب صفر. لا بس صفر اسرع بس مش اكتر. مش سهل. تمام كده يا جماعه. في لوك اب اريح ولا الاف اريح؟ اخف يعني قصدي من حته ال في لوك اب اسهل. انا كنت متوقع كده. حد يا جماعه عنده اف اسهل من في لوك اب ولا؟ انا بالنسبه لي اف اسهل. كويس. كل واحد بقى وليه دماغه يعني. تمام. انا بقى عاوزك تقول الماتش بقى. حاضر هقول لك الماتش. بص يا جماعه في معادله اسمها ماتش اللي هي زي ما انت قلتي دلوقتي كده. مين اللي كان بيقول لي ان احنا عايزين نعملها معادله مره واحده؟ انا. خلود. خلود ماشي. بص يا ستي في معادله اسمها ماتش. ماتش دي وظيفتها بس دي انا يعني بصراحه ما بشرحهاش، بس هو عشان استاذ يسري عز عليا فانا هشرحها له. ماتش دي اللي هي بتقول لك عدد العمود او رقم العمود كام. احنا مشكلتنا في الفي لوك اب ان احنا بنحدد له رقم العمود، صح ولا غلط؟ يعني نقول له رقم العمود 2 رقم العمود 3. احنا بقى عايزينه يحدد الحاجه اوتوماتيك. يعني عشان انا اجيب المسمى الوظيفي لحسين باجي عند حسين واعمل كده هنا وهنا واقول له انا عايز النتيجه اللي في الكولوم الثاني، صح ولا غلط؟ دي. فانا بقى في الماتش دي بقى بنعملها ازاي؟ بنقول يساوي في لوك اب واقول له انا عايز ادور بالخليه دي. اقول له فين؟ يقول لي في الحته في النطاق ده بقى كله. يا يوسف ركز يا يوسف في النطاق كله ده. سامعني يوسف؟ انا سامعك. انا بسمعك. وثبت النطاق واخلي دي كده اخليها اهي، اخليها مثبته اللي هو على الـ على الـ على الصف بس. تمام. واجي هنا اعمل ماتش. تمام. اللوك اب فاليو اقول له انهي اللوك اب فاليو اللي هي دي. وبعد كده يقول لوك اب اري اقول له دولت. معلش الموضوع كبير قوي انا عارف. طيب هيبقى ده ونقفل الكورس وبعد كده زيرو. عملت مره واحده يا جمال. جمال ده جمال مبرمج. عيب عليك يا معلم. عيب عليك. ايه يا ايه بجد والله يسر بجد. والله تسلم ايدك بس كبيره ورخمه. والله ما انا قلت لك شتة كنت عايز تعرفها. هي اتعملت مره واحده بس هي معقده مش هكدب عليك. تمام. فانا ما بحبش اشرحها، انا بشرح فيه لوك اب بس. خلاص هي دي مره واحده كده. على فكره خد بالك لو انا شلت راتب الموظف، بص بمجرد ما اشيل راتب الموظف مش هيظهر حاجه. بص تمام. طب لو انا حطيت راتب الموظف مكان المسمى الوظيفي بص ايه اللي هيحصل. طب لو انا خليت الراتب المسمى الوظيفي هنا اتنقل تاني. فهمت قصدي؟ حلوه دي. ده رخمة. بس حلوه بتسهل شغل. تمام كده يا جماعه. بقول لكم ايه، انا هفتح بس الكاميرا كده لحظه. بقول لكم ايه، ايه رايكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لكم ايه صح، انا ايه رايكم لو احنا عملنا لقطه حلوه جدا، لو احنا دخلنا في لوك اب جوه اف. حد فاهم حاجه؟ ايوه انا فاهم. حد هنا ولا ايه؟ انا سامع يسرى على فكره. حد تاني غيره؟ احنا سامعين حضرتك بس يعني احنا لسه بنستوعب الاديو. بصوا يا جماعه احنا ممكن ندخل في لوك اب جوه اف ان هو ايه؟ هقول له بص اقول لكم ايه؟ يعني انا بشرحها لكم كده ك ك كسيمتري يعني كحاجه كده في دماغي. اقول له ايه؟ لو لقيت الاسم ده جوه الليسته دي حط لي مثلا كذا، طب ولو ما لقيتوش حط لي كذا. هل الرقم هل الكلام ده يعني معقول ولا سلام عليكم ولا لوجيك؟ لوجيك لوجيك لوجيك. ما انا عارف انك لوجيك يعني، انا بتكلم بقى في الناس الثانيه اللي مش عارفه اللوجيك ده. ها
تعالوا نجرب. انا اقفل كده الكاميرا ونشوف هنحصل ايه. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، تعالى مثلا نعمل ايه. مثلا هقول لك انا على حاجة كويسة جدا يا يسري. انت اسمك يسري ايه؟ محمد يسري عطية. محمد يسري، وانا بالصلاة على النبي اسم محمد تحسين. بصوا بقى يا جماعه، احنا نعمل حاجه كويسه قوي. احنا نقول له ايه؟ بصوا بقى ركزوا، هنقول له اف زي ما احنا كنا عاملينها. بالله عليكم يا جماعه، اللي كان معايا بيساعد يساعد معايا بالله عليكم. يعني كله احنا هنا على قلب رجل واحد عشان قربنا نخلصكم. هنقول له ايه؟ هل الخليه دي بتساوي ركز في اللي انا بقوله يا يسري. في لوك اب ده احنا علمنا على ده. وبعد كده اقول له ايه؟ في التيبل ده لحظه معلش انا اسف. ايه فهي؟ بقول له هل الخليه دي، ثواني نوسع بس دي كده شويه عشان دي هتبقى الاخر خالص. اهو ايه فهي؟ بقول له هل الخليه دي بتساوي في لوك اب؟ احنا هندور بايه في في لوك اب؟ تعالوا نبتدي في في لوك اب. نبتدي ندور بايه؟ ندور بده في ده، صح ولا غلط؟ صح كده يسري ولا لا؟ ما انا معاك والله. تمام. وبعد كده اقول له النتيجه دي في، وبعد كده نعملها دي فولس ونقفل دي. بقول له ايه؟ بقول له هل الخليه دي اللي هو محمد يسري ده موجود في الـ في الـ في الخانه دي، يعني او في العمود ده؟ طب لو موجود اكتب لي ان هو موجود. طب لو لا اكتب لي ان هو غير موجود. في حاجه غلط؟ لا مفيش حاجه غلط. انا دي بس نقفلها. اتاكد من في لوك اب بس لما انت عملتها. عملتها للاخر ولا لا؟ ولا غلط في بتاعت الفي لوك؟ لا هي لا مفيش في لوك اب. هي دي بتساوي اللوجيك تيست بيساوي الفي لوك اب ده. طب لو ده موجود اكتب لي موجود. طب لو لا يبقى غير موجود. طب ما دي صح. اهو تعالى نقفل دي كده. هنقفل دي. اهي المفروض ان هي تبقى موجوده. مش هيطلع لك الان ايه؟ عشان ده مش موجود. طب ما انا عايز اعرف ان هو لو مش موجود او غير موجود. انت كاتب لو مش موجود تكتب مش موجود فما يظهرش الا ايه دي خالص. لو اللوجيك تيست دي بصراحه انا كنت حبيت ان انا اعملها بصراحه، بس عارفين ان هو ايه. طب بصوا يا جماعه، احنا ممكن نشيل دي كده صح؟ نشيل دي. معلش انا اسف بقى يا مصري، بقى نضطر ان احنا نشيل اسامينا. لا عادي عادي. بص لا ثانيه اهو، قاسم وشادي، عشان بس دي انا مش عايز اخش معاكم في نطاقات كتيره. لو لقيته موجود اكتب بقى مثلا، اكتب لي هات لي مثلا رقم المسمى الراتب بتاعه او المسمى الوظيفي بتاعه اللي هو احنا قلنا ايه. تعالوا نجيب دي كده. هنقول ده في ده في ده في زيرو، ونكتب دي كده. يبقى بس كده. الو انتوا كده سامعيني كده يا جماعه؟ كله بقى غير موجود. لا انتوا كده سامعيني؟ لا انا هوريك دلوقتي حاجه. انتوا كده سامعيني يا جماعه؟ الو ايوه سامعين حضرتك. معلش انا بس اقول لكم على حاجه بالله عليكم. احنا الاكسل تقدروا تدخلوا فيه اكتر من حاجه، اكتر من معادله في وقت واحد. يعني الفي لوك اب دي ممكن تدخلوا فيها ماتش زي ما انا وريتكم. الاف دي ممكن تدخلوا فيها في لوك اب زي ما انا وريتكم. فانا حابب بس ان انا اوريكم الفي لوك اب جوه الاف وخلاص على كده.
بيقول لك ايه بيساوي. احنا الاول نعمل الفي لوكاب الاول. الفي لوكاب بيقول لك ايه، نخلي بس ده احنا عايزين المسمى الوظيفي بتاعه اهو. الفي لوكاب بتقول ايه؟ بنقول في لوكاب يقول لك انت بتدور بايه، اقول انا بدور بدي. بتدور بدي فين؟ اقول له بتدور هنا وهنا، تمام. الناتج انت عايز اني النتيجه، اقول له رقم 2. فين؟ اقول له مثلا انا عايز النتيجه بالظبط اللي هي زيرو، واروح قافل الكوس واروح داس انتر، فجاب لي كده ايه ان هو اداري، صح ولا غلط؟ الكلام واضح اهو، تمام. تمام. نروح بقى عاملين هنا بيقول له ايه بقى اف بقى، نروح مدخلين اف. بقول له ايه بقى؟ بقول له لو ده، لو الخليه دي موجوده بتساوي الخليه دي، اذا اكتب لي ان هي موجوده. موجود، نعملها كده. طب لو لا، اكتب لي ان هو غير موجود. لا انا مش عايز المسمى ده، لا نغيرها هنا، قصدي نخلي محاسب واداري والكلام ده. ايوه صح، معلش انا اسف. اهي اهي. لا لا بصوا بصراحه انا مش هكذب عليكم، الموضوع ده بياخد مني وقت شويه، فهي اتلخبطت كده. بس معلش ثواني، بس معلش ثواني. هو ايه الفرق ما بين اف وفي لوك اب؟ ما ليه هدخلهم الاثنين مع بعض؟ ما هما مش الاثنين بيدوا نفس الوظيفه. بص يا ستي بص، بس الفرق ان دي سهله ودي صعبه. لا 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 معلش يا اسف، هي انا يمكن كنت انا بحاول ان انا اوريكم حاجه انا كنت بعملها، بس بعملها بقالي فتره فممكن ما دخلتش مع بعض. المحاضره دي كانت محاضره ان انا بحاول ان انا اوريكم الفرق ما بين المعادله اف والمعادله في لوك اب. في لوك اب دي يا جماعه اساسيه في اي حاجه تتخيلوها في الشغل، اي حاجه تتخيلوها. ويسري شغال في الاكسل وعارف الموضوع ده. الفي لوك اب دي يعني مش عايز اقول لكم مطلوبه جدا جدا جدا. اف اللي مش موجوده كتير، اف بتبقى مش موجوده في حاجات زي مثلا شغل المحاسبه، المحاسبه ما بيطلبش فيها اف كتير، لان بتبقى اف دي بيبقى فيها كذا كذا اوبشن او كذا كونديشن او كذا حاله، فالاف دي ما بتشتغلش. اللي بيشتغل اكتر الفي لوك اب. انا بس حبيت ان انا اوريكم ان الفي لوك اب والاف دولت من اكتر المعادلتين اللي بيشتغلوا. انا بس كنت حابب ان انا اوريكم بس حاجه كده جديده في الموضوع ده، بس للاسف ما طلعتش معايا، يعني عايزه مني شويه. بس انا شايفه ان مفيش فرق ما بين الاثنين نفس الوظيفه. لا 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 ينفع، لا في لا ينفع، ينفع تدخلي الاثنين مع بعض. بس انا مش هكذب عليكي، انا تشوشت شويه، فمش عايز ان انا اقعد اجري في الموضوع وانا ابعد عن التراك الاصلي بتاعي. لا حضرتك انا عايز افهم ايه الفرق ما بين الاثنين، يعني دي استخدمها في ايه ودي ما استخدمهاش في ايه، يعني كده. لو انت بتدوري على شويه منتجات، لو انت بتدوري على شويه حاجات في وسط لسته كبيره زي ما انا وريتك دلوقتي، اللي هو اسم الناس الصغيره دي في وسط لسته كبيره. تمام. الاف دي دي بتبقى بتاعه كونديشنز، بتاعه شروط. فانا ممكن ادخل في لوك بقول له ايه مثلا، لو انا قلت لك لو انت لقيت الاسم ده جوه الليسته دي قول لي اه ان هو موجود. ثواني نوقف، بس نوقف. تمام ماشي. بص يا ستي، اللي كان بيسالني على الفرق ما بين الاف والفي لوك، تمام. الاف دي بتشتغل على شروط، يعني انت مثلا تقولي له مثلا ايه، لو ده من القاهرة حط له مثلا مصاريف شحن 20 جنيه، لو ده بره القاهرة حط له مصاريف شحن مثلا 100 جنيه، اللي هي مثلا زي مواقع البيع الاونلاين وكده زي نون وجوميا والكلام ده. فهو بيقول لك بمجرد ما انت كل بره القاهرة تدفع 50 جنيه، لو انت جوه القاهرة تدفع 20 جنيه. دي اف. دي اف دي فكرة اف. الفي لوك اب اللي انت بتدوري على شوية لستة، شوية قصدي اسامي، بس في لستة كبيرة جدا. يعني وليكن مثلا جه مديرك مثلا واحنا وقال لك انا عايز اعرف كل واحد مثلا من دول اتعمل باع قد ايه مثلا في اليوم ده، فانت اربع اشخاص مثلا او خمس اشخاص، وانت عندك اللي باعوا في خلال اليوم الفلاني حوالي 100 شخص، فانت من الفي لوك اب عشان تطلع الارقام. لكن في ينفع الاف تخش في في لوك اب؟ ينفع. لا ينفع، ما تقلقيش، ينفع بجد. تمام. الفي لوك اب تخش في اف، لان لكن اف ما تخشش جوه الفي لوك اب.
بس كده. اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضره النهارده، وانا ان شاء الله كده كده هرفعها على اليوتيوب. واي حاجه، اي حد محتاج اي حاجه يا جماعه انا تحت امره، انا اقدر ان انا اساعده باي طريقه. ولو في اي حاجه كمان يعني عايزين مثلا تعرفوها، عايزين اساعدكم فيها، انا تحت امركم. تمام كده يا جماعه؟ تمام، شكرا ليك. شكرا جدا، شكرا جدا ليكم يا جماعه، شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم، شكرا جدا. مع السلامه، مع السلامه.